اعداد المدمنين زادت، لان اصلا الشباب في مصر عامه ما لهمش اي هدف، وبرضه الدوله ما بتساعدهمش عامه، اللي هو كل واحد يبقى ليه مسؤوليه او هدف معين او يعتمد على الشباب عامه. الشاب بيلاقي نفسه اللي هو مهمش، فبيحاول اللي هو بيضيع نفسه في حاجه اللي هو يعني بتساعده او وهمه اللي هو بتساعده اللي هو تنهيه عن الواقع اللي هو عايش فيه. اكتريت الشباب كله مدمن دلوقتي في المخدرات، في البرشام والحاجات دي، ربنا يبعدنا عنها، بعد عن ربنا. ما عندوش يعني ايه، يعني ما بينزلش الصبح يقول لك اتكلت على الله ورزق عليك يا رب، ما بيقولش اذكار زي الناس الكبيرة زي حالاتنا كده. الغلوات والشباب مش لاقية شغل، والناس اللي دايرة بطالة اللي كترت، بتضطر الشاب يتعرض للحاجات دي طبعا، لانه ما فيش خنقة مخنوق من اللي بيحصل واللي في البلد، فعشان كده بيضطر يشرب الحاجات دي. بيشربوا عشان ينسوا عامة، يعني ينسوا اللي هم فيه، ينسوا الغلا وينسوا كل حاجة، ينسوا اي حاجة. ينسوا ايه؟ المخدرات بتنسى، خلي بالك. بتعاطى، انا اقول لك ما بتعطاش، كدب على الله خيبة، عشان انسى، انسى اللي انت عايش فيه. حاجات كتير بقى، بطالة تقدر زي ما تقول، مثلا الشباب مثلا اضعف حاجة بتروح لها. انا مثلا عايز اشتغل ورديتين والضغط عليا والمصاريف زايدة، هعمل ايه؟ هضطر ان انا اخد مخدرات عشان اشتغل ورديه واتنين عشان اكفي مصاريفي واكفي دخلي. طب هو ايه الحل غير كده؟ اقول لحضرتك، اكل ومفيش غذاء، هشتغل ازاي؟